تحياتي واهلا بكم في بوست جديد وفيديو جديد واللي كيجي في انتظار عبد الرزاق حمد الله كما قريتو في العنوان، في انتظار التصريح والتوضيح اللي كنتسناوه كاملين علاش غادر معسكر المنتخب واللي جعلوا انه يكون من اسباب الفشل في كاس افريقيا الاخيره. التصريح اللي يمكن يكون هو الخيط الاول في طريق التعريه على مشاكل المنتخب المغربي وايضا الاصلاح ديالها. وبما انه وصلك الفيديو فما تنساش انك دير جيم وايضا تشترك في القناه اذا كنتي مازال ما اشتركتي، ويلا نهضروا على شنو وقع في انتظار تصريح عبد الرزاق حمد الله. اهلا بكم مره اخرى، وكيف كيعرف الجميع فعبد الرزاق حمد الله كنفضل انه يأجل التصريح ديالو والتوضيح الى ما بعد نهايه مسيره المنتخب في كاس افريقيا، والمنتخب كان في الموعد وما عطلش حمد الله، انتقل السرعه القصوى وخرج من الدور الثاني، وبدات الهضره على السبب ديال اخفاق المنتخب، واش اللاعبين، واش المدرب، واش التسيير، اسباب كثيره وعديده كنت هضرت عليها في الفيديو يمكن لك تشوفوا من هنا، ولانه في اي اخفاق كروي كيف هو معروف ضروري ما كنحاولوا نلقاو كبش الفداء الساهل، كبش الفداء اللي في المتناول واللي كيكون غالبا هو المدرب، ودائما في انتظار حمد الله بدات محاولات توجيه المسؤوليه لهيرفي رونار. فمن بعد الجماهير والصحافه والاعلام كان الخروج الغبي ديال مصطفى حجي مساعد هيرفي رونار واللي حمل فيه مسؤوليه لهيرفي رونار، وقال ان اختيارات اللاعبين قبل كاس افريقيا كانت خاطئه، وايضا تسيير مباراه البنين كان خاطئ، وهذا الشيء اللي ادى لاقصاء المنتخب وخيبه الامل اللي كنعرفوها كاملين. وهنا كيف قلت كيبان الغباء ديال مصطفى حجي، فشنو الدور ديالك انت كمساعد مدرب الا كنتي كتشوف ان المدرب خاطئ وما كتنبهوش، الا كنتي كتشوف ان الاختيارات ديال المدرب خاطئه وما كتنبهوش، الا كنتي كتشوف ان التسيير ديال المقابله بحجم مقابلات البنين هو تسير ماشي في المستوى، هو تسير ماشي حكيم، وما كتهضرش كتبقى ساكت. فمن الاسم ديالك كمساعد مدرب هو انك تعاون المدرب وتوريه الصح من الخطا، خصوصا في بعض الاوقات اللي كيفقد فيها التركيز المدرب الاساسي او لا ما كيعرفش يدير الحاجه الصحيحه في الوقت الصحيح. حجي يمكن يهرب ويقول ان الصوت ديالو ما كانش مسموع، هنا كان عليك دير مدار عبد الرزاق حمد الله قبل منك، وكان عليك تقدم الاستقاله ديالك وتخرج وتبرر راسك بهذه الطريقه، ماشي تسنى حتى يسالي المنتخب حتى يوقع الاخفاق وحتى تشوف ان رونار قريب يتقال عاد تجي وتقول ان رونار كان خاطئ، ان التسيير كان خاطئ، يعني تصريح غبي بكل معنى الكلمه مصطفى حجي، وما كنتش كنتظرو من لاعب بقيمه حجي. ومن بعد هاد التصريحات جا داكشي اللي كان منتظر، وجات الاستقاله ديال هيرفي رونار، استقاله اللي كانت كتطبخ اللي ما عرفناهاش واش اقاله او استقاله، لانها تطبخات لاكثر من 15 يوم، لاكثر من اسبوعين كانت كتطبخ، كانت هناك مفاوضات ما بين جامعه القجع وهيرفي رونار، واللي عطاتنا في الاخير استقاله دون الكشف عن اي تفاصيل اضافيه، فقط استقاله، شنو وقع في الخلف الله اعلم. وهادشي كامل باش نحاولوا نعالجوا المشكل من الراس ديالو وما نمشيولوش للقاعده، لان المشكل كيف كنعرفوا كاملين وكيف هضرت عليه في الفيديو اللي يمكن لك تشوفوا من هنا، هو في القاعده، هو مشكل تسيير ومشكل تكوين، مشكل كاين في جامعه كره القدم وماشي في مدرب اللي سبق له ونجح مع منتخبات اقل قيمه واقل امكانيات من المغرب. وهادشي اللي غيدينا للندوه الصحفيه العجيبه اللي دارها هيرفي رونار واللي بغى يوضح فيها مشاكل المنتخب، لكن للاسف فوزي القجع وعلى غير العاده مشات له الدبلوماسيه اللي كان معروف بها وطاح في السذاجه، السذاجه اللي بانت من اللي قارن الميزانيه ديال المنتخب المغربي بميزانيه الاهلي المصري، وقال ان ميزانيه الاهلي المصري كتفوق ميزانيه المنتخب الوطني المغربي، ونسى ما شافش ان ميزانيه منتخب البنين اللي قصانا قل من ميزانيه المنتخب المغربي مئات المرات. اذا فالمشكل ماشي مشكل ميزانيه بل مشكل تسيير اللي كيحاول يغطيه القجع بهذه الطريقه، وباش ما نكشفوش على المشكل فين كاين ونعالجوه من القاعده، فوزي القجع قال على ان غيكلف لجنه تقنيه هي اللي تشوف المدرب القادم للمنتخب، باش نفس السيناريو يتكرر ونشوفوا اخفاق جديد ديال المنتخب ونقولوا ان السبب هو المدرب، والسبب اللي قبل المدرب هو اللجنه التقنيه اللي كان كلفها فوزي القجع واللي ما عرفاتش تختار المدرب المناسب، وهكذا غيخلي فوزي القجع راسه بعيد ويخلي الجامعه بعيده، ونورطوا مره اخرى المدرب واللجنه التقنيه اللي ما كيعرف عليها حتى شي واحد مناش كتكون ولا شكون الاطر اللي كيتكونوا فيها، هاد الاطر اللي واش يمكن ليهم يختاروا لنا مدرب قادر يقود المنتخب الوطني المغربي، ولا كانت عندهم الكفاءه باش يقدروا يختاروا هذا المدرب فلما لا نشوفوا واحد من هاد اللجنه التقنيه هو اللي كيدرب المنتخب، لكن وكيف قلت الغرض الاول والغرض الاسمى هو اننا نخليو الجامعه والاداريين والمسيرين بعاد، ونجيبوا لجنه اللي ما كيعرفها حتى واحد ونحملوها المسؤوليه مره جديده. اذا هاد الشيء كامل شفناه وقع في انتظار تصريح عبد الرزاق حمد الله اللي قلت التصريح اللي يمكن هو يكون بدايه الكشف على المشاكل الحقيقيه اللي كتعيشها الكره المغربيه والجامعه المغربيه لكره القدم
ولماذا ان شاء الله بدايه الحل ديالها. فنتمنى من الحمد لله ما ينساش المنتخب الوطني وما ينساش الكره المغربيه وما ينساش دوره كمشجع وكمواطن مغربي ويحاول يكشف لنا على شنو وقع في معسكر المنتخب الوطني، على شنو وقع في مراكش وشنو الاسباب اللي خلاته يخرج. واللي مره اخرى كنأكد ان هذا التصريح هو اللي غادي يكون بدايه حل المشاكل وازمه الكره المغربيه. في الاخير كنت معكم انا رضا الحبيب في بوستات كرويه، وما تنساش ضروري انكم تشتركوا في القناه وايضا تضغطوا على زر لايك وتهلاو.